لدى الحكومة الموريتانية، وكيف يفهم سياق حجب هذه الوثيقة حتى الآن؟ إذا أعدت الوثيقة إلى التاريخ الذي قيل إنها وقعت فيه وهو 2010، ستجد وجاهة أخرى يعني للتشكيك في مدى في كون هذه الوثيقة اتفاق فعلي أو مشروع اتفاق، لأنه سنة 2010 و2011 الموالية لها كانت سنوات الذروة في المواجهة بين موريتانيا وتنظيم القاعدة. الوثيقة أرخت ب 2010، وحتى بعد مقتل بن لادن في مايو كانت هناك أحداث دموية، هناك مواجهة في غابة وقاد ومواجهة ضارية، هناك إرسال سيارات أيضا أرسلت في 2011 مفخخة إلى نواكشوط، هناك الهجوم على باسكن، هناك اختطاف الدركي، كلها هناك عملية النعمة وغيرها، لا ذيك سابقة على تاريخ الرسالة، لكن هذه بعد تاريخ الرسالة. فعلا قد يظن ظان أو يعتبر البعض أنه فعلا هناك شبه هدنة بين موريتانيا وهدنة بين موريتانيا والقاعدة، لأنه من 2012 ليست هناك أي أعمال عدائية من القاعدة تجاه موريتانيا، وبالمقابل ليس هناك عمل عدائي تجاه القاعدة من موريتانيا. مرد هذا الأمر بسيط، هو نهاية 2011 دخلت القاعدة والجماعات المسلحة الجهادية في تنسيق مع أنصار الدين للسيطرة على شمال مالي، وتفرغوا له وبسطوا السيطرة، كان همهم اليومي تسيير الشؤون الجارية في كبريات المدن. كان أيضا إياد غالي قد طلب بالكف عن موريتانيا وعن بعض دول الجوار باعتبارها تستضيف لاجئين أزواديين ستؤثر الأعمال القادمة من أزواد عليهم. بعد سيطرة هذه التنظيمات على المدن بدأ الحشد الفرنسي الإفريقي لحرب ستنطلق 2013. تلقائيا غابت موريتانيا عن هذه الحرب وقررت أن لا تشارك فيها، كان رد التنظيم أن يحيد موريتانيا عنها وأعلن رسميا قادة التنظيم أن أي بلد لا يشارك في الحرب عليهم سيكون بمنع عن أعمالهم خارج اللعبة وخارج أهدافهم على الأقل في المدى القريب. لكن كيف نفهم